الشراكه هي شراكه استراتيجيه من الشركه المتحده عشان خاطر صناعه المعارض. احنا كشركه وطنيه واحد من ضمن الأهداف اللي بنشتغل عليها هو تنمية الصناعات المختلفة والمساعدة كالشركة المتحدة في مجالات مختلفة كتير. فواحد من ضمن المجالات هو مجال تكنولوجيا معلومات والاتصالات، ومن خلال ويندو تعتبر هي المنفذ الأكبر في صناعة المعارض لتكنولوجيا معلومات والاتصالات، اللي هو معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي. معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي هو حجر زاوية موجود في هذه الصناعة، وبالتالي لازم كنا ندعم المعرض ده، والدعم ده من خلال ان احنا بنشترك مع شركة ميركوري في التنظيم لهذه الدورة وعدة دورات قادمة، ان احنا نشتغل على ازاي نخلي المعرض ده في صورة اكبر، في صورة اوضح، في صورة احسن، تقدم للسوق المصري والسوق العربي حوالينا، تقدم له حلول جديدة وتقدم له مشاركات جديدة ما تعودناش عليها. هل هنمتد إلى أفريقيا أو لا؟ أكيد أفريقيا مطروحة على الساحة، أكيد الانطلاق إلى أماكن أخرى، مش شرط وبالضرورة أنها تبقى اسمها كايرو اي سي تي، ممكن ينبثق من كايرو اي سي تي حاجة جديدة تعمل، تبقى هي اللي بتطلع تعمل المشاركات المختلفة في المعرض المختلف. وده احنا بنشوفه في كتير من المعارض، ان احنا بنبقى موجودين في مدن تانية وبنشوف ناس بتحاول تسوق لمعرض جوه معرض. فالحقيقة ان احنا مش هنقف عند الخطوة اللي احنا موجودين فيها. الحاجة المختلفة اللي احنا عايزين نحققها هو اولا العودة، في اول حاجة العودة بحجم المعرض لما كان عليه في 2019 قبل الازمات اللي مرت بها المنطقة ومر بها العالم، ثم اننا نستهدف مجموعة من الشركات العالمية اللي احنا عايزينها، محتاجينها انها تدخل السوق المصري، ومحتاجين ان الزوار من المنطقة يجوا يتعرفوا عليها. في النهاردة شهية كبيرة موجودة عند الشركات العالمية انها تيجي لمصر وتيجي للمنطقة، ولكن ده محتاجين ان احنا نبني لهم البلاتفورم عشان خاطر يكونوا موجودين عليه أو موجودين فيه بشكل محترم. لكن الشراكة أيضا بتشمل مؤتمر الأمن المعلومات والأمن السيبراني اللي هو كايزك، اللي هيقام يوم 3 يونيو. ده يعتبر النهاردة هو أكبر محفل موجود هنا في مصر في هذا القطاع، هو ليس منافسا لأحد، هو النهاردة بيقدم نفسه زي ما بنشوفه موجود في يمكن بلدين آخرين في المنطقة، وبرضو ليس هناك تنافس، لكن هي صناعة كبيرة وصناعة تنمو، دخلناها في التوقيت السليم عشان خاطر زي ما دخلنا في موضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل ما يبقى هذا المجال متسع للآخرين.